السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار ليوم الأحد 15 من جمادى الأولى لعام 1438 للهجرة، الموافق 12 من فبراير لعام 2017 للميلاد، نقدمها لكم من موقع أنا السلفي. علق الدكتور أحمد خليل خير الله نائب حزب النور عن دائرة العامرية وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية على كارثة انهيار كوبري المشاة المستعمرة بمنطقة عبد القادر قائلا: لن نتهاون في محاسبة أي مسؤول أو مقصر في وقوع هذه الكارثة. يذكر أن هيئة مكتب نواب النور بدائرة العامرية وبرج العرب الدكتور أحمد خليل خير الله وأحمد الشريف متواجدة في مكان الكارثة منذ اللحظات الأولى. حصل الدكتور عبد الرحمن البكري عضو مجلس النواب عن حزب النور عن دائرة الزرقاء وفارسكور أمين سري لجنة التعليم بالمجلس على موافقة وزير التعليم العالي لإنشاء 5 كليات جديدة بجامعة دمياط، وتشمل الكليات الخمس الجديدة الطب والصيدلة والتمريض والهندسة والحقوق. كما حصل البكري على موافقة وزير التعليم العالي لإنشاء مستشفى جامعي خاص بجامعة دمياط وتسليمها للجامعة بنظام نقل الأصول. نظمت اللجنة الإعلامية بأمانة حزب النور بمحافظة الإسكندرية دورة مونتاج مبادرة منها لرفع كفاءة الأعضاء في مجال الميديا. جدد مستوطنون اليوم اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة. أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بحكومة الاحتلال الصهيونية اليوم الصيغة المعدلة لمشروع قانون منع الأذان الذي يحظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات التركية وفصائل درع الفرات دخلوا مدينة الباب الخاضعة لداعش في ريف حلب الشرقي، فيما قتل جندي تركي وأصيب 3 آخرون بجروح في مواجهات مع داعش ببلدة الباب السورية. قال رئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العملية العسكرية التركية في سوريا تهدف إلى طرد داعش من المنطقة بما في ذلك الرقة. أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أنه تم إبرام 70 اتفاقا مع الحوثيين وصالح ولم ينفذوا أيا منها. دمرت مقاتلات التحالف العربي باليمن اليوم الأحد مخزنا للسلاح تابع لميليشيات الحوثي في منطقة مشج بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. أفاد مسؤولون أمنيون في العراق بسقوط صواريخ مساء السبت على المنطقة الخضراء وسط بغداد التي تضم معظم المؤسسات الحكومية الرئيسة والسفارات. أطلقت ميليشيات الحشد الشعبي مزيدا من التهديد والوعيد بشن حرب تجاه دولة الكويت تحت ذريعة اتفاقية خور عبد الله. وقالت مصادر كويتية السلطات الكويتية دفعت بمزيد من القوات لمساندة حرس الحدود مع تزايد تهديدات الميليشيات الإيرانية الولاء والخارجة عن القانون والأعراف. طوقت عناصر من الميليشيات الحوثية مستشفى الثورة بصنعاء واعتدت على عدد من الأطباء أثناء تنفيذهم وقفة احتجاجية للمطالبة برواتبهم التي نهبتها الميليشيات منذ 5 أشهر. شارك أكثر من 100,000 إندونيسي في صلاة جماعية بالمسجد الكبير في العاصمة جاكرتا للدعوة إلى التصويت لصالح المرشح المسلم الذي يتنافس مع حاكم جاكرتا المسيحي المنتهي ولايته. طور الباحثون في المملكة العربية السعودية آلية حديثة تعمل على تدمير الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وغيرها في أقل من 10 ثوان. ووفقا لموقع ياهو نيوز تم إنشاء آلية التدمير الذاتي من قبل المهندسين الكهربائيين في جامعة عبد الملك للعلوم والتقنية. تشاهدون اليوم على موقع أنا السلفي أسباب سوء الخاتمة من سلسلة تذكير النفوس المؤمنة فضيلة الشيخ أحمد فريد، باب من ستر مسلما من سلسلة الأدب المفرد، وتابع تقدير الرب تبارك وتعالى شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم قبل خلقهم من سلسلة شفاء العليل، والمحاضرة الثانية من سلسلة تفسير سورة الصافات فضيلة الشيخ ياسر برهامي. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة من سلسلة رسائل المواساة، ومتى ظهرت الرافضة وسبب تسميتهم بذلك وأقسامهم وعقيدتهم في البداء والصفات والقرآن وعقيدتهم في الصحابة وأوجه التشابه بينهم وبين اليهود وعقيدتهم في الأئمة والرجعة والتقية والطينة من سلسلة دورة من عقائد الشيعة الشيخ سعيد محمود. هجوم المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإشاعة مقتله من سلسلة روضة الأنوار الشيخ إيهاب الشريف. اطلب التوفيق الشيخ رجب أبو بسيسة. تقرؤون اليوم على موقع أنا السلفي
حدث في مثل هذا الشهر جمادى الأولى. 2 كتبه أحمد حمدي. انتهت نشرة الأخبار من موقع أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.